مساء الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم كلكم اللي كتشاهدونا على ميديا ان تي في وكتشوفوا قصة الناس. كنرحب بالحضور اللي معايا داخل بلاطو قصة الناس. كنرحب ايضا بالدكتور حسن بن علي، طبيب والمعالج النفساني اللي حاضر معايا في هذه الحلقة. وكنرحب بزاف بالناس اللي قبلوا الدعوة ديال البرنامج وجاو خصيصا باش يشاركونا قصتهم ويعاودوا لنا تجربتهم، وهما اللي عاشوا كارثة طبيعية. عشت في كارثة طبيعية، موضوعنا اليوم في قصة الناس. حجيبة 46 عام، الواد حمل، الفيضانات في النهار، العافية في الليل، الخلعة شفرة في كاع الوقات. مولود 64 عام، عاش زلزال أكادير. محمد 63 عام، عاش زلزال الحسيمة وعاش فيه بزاف ديال التصاور اللي عاقل عليها حتى اليوم. حمزة شتا ريبات الدار ومازال حتى دابا عايش وسط الترياب. مرحبا بك سي حمزة. والسيد ما كمل معايا حتى الهضره والماء جاي كيجري واحد السرعه زعما فائق ما تصورتهاش لحد الان. انا ما تصورتهاش، واش غنقول لك اختي؟ ما صبنا ما نهزو، ما صبنا ما نحطو، يعني دفع الماء ودخل الدار. خرج كيدخل عندنا واحد الشريج مات بحال فيهم الكرياج ولا كي بحال قول لي شي بحر هايج ديال كادير. حنا تعشينا ونعسنا ما بينا ما علينا، العسنا تر ذاك تكون ما بين ذاك 12 ونص 2 ونص ديال الليل. ضربنا ذاك الفيقات، فيقاتنا ذاك الشيء كنشوف الدار كتمشي وتجي. سمعتي حنا ذاك البلاصه اللي فيها اللي ضرب فيه الزنزال بعيده علينا شي شويه، ماشي بعيد بزاف سمعتي، وين حنا تقاسنا من ذاك البلاصه. الدار مشات وجات. اه كتمشي وتجي، وافقنا سمعتي. انا كاع ضربت واحد العيط هكا سمعتي، باقي بيا ذاك الضربه. سي محمد انت عشتي الزلزال ديال الحسيمه، عشتي جوج مرات الزلزال في الحسيمه، عاود لي على المره الاولى. 94 جا في 94 8 و4 8 ونص، بين 8 و 8 ونص. كان زلزال خفيف ولا كان شي دقه؟ اربعه وشي حاجه، اربعه وشي حاجه، اربعه وسته المهم. كان مجهد وهذاك الشيء. شحال كان عمرك ديك الساعه؟ كانوا عندي ولادي. اش من الساعه؟ راك في 94. انا عندي 63 سنه. كانت ماتوا فيها الناس، ربوا لا فيها؟ لا لا لا، مات شي ولد ولا جوج، هذاك الشيء اللي كانت الدقه خفيفه. استسلمت انا، استسلمت درت هكذا وكنشهد. لا ولكن في الدقه الاولى واش حسيتي بعدا الارض مشات وجات ولا دغيا كلشي تقلب؟ ما بقاتش توقف الارض. بقات شي 21 ثواني ولا راه 21 ثواني راه فيها بزاف. معلوم. شنو هي الظروف فاش ربت عليك الدار حمزة انت والعائله ديالك؟ كنا في الدار مع بعضياتنا مجموعين، واحد الساعه مات الشيء اللي داز، وهذه بزاف ديال الديور تشقوا في المحمديه. والدار ديالنا صالون راب. طاح الطاله كنت في الليل في النهار بنهار مع التسعود ديال الصباح مع الصباح كنتوا فايقين بعدا؟ يلاه فقت خرجنا من البيت شويه طاح.